كانش الشهر اللي ما خرجش فيه فتصفيقات حاره في كما جرت العاده. جمعيه اصدقاء السلام بتنسق مع الجاليه البلجيكيه المغربيه تنظم دوري بمشاركه اربع فرق: اسواق مرجان، قدماء المولوديه الوجديه، وجمعيه الجوهره، والجمعيه البلجيكيه. ولكن في الاخير نظرا للظروف الصحيه وكوفيد 19 ارتأنا ان نختصروا هذيك الغينا المقابلات ودرنا وجبه غذاء وتوزيع الجوائز، وكرمنا واحد جوج مدربين اللي عطاو الكره بزاف ومزيان، عبد الرحيم اويحيا وسي احمد كوالا الغني على التعريف. يعني هادو عطاو الكره ما شاء الله، عطاو اجيال، وجوج مدربين معروفين بس ميكركاش ما حضرش لظروف العمل، وشكرا. اولا بدء البدء نشكر جميع المنابر الاعلاميه على الحضور، والحمد لله كما جرت العاده بتنسيق مع الجاليه وجمعيه اصدقاء السلام برئاسه الاخ امين دياني. يعني ارتئينا هذا العام، يعني كان واحد بين قوسين كنا غادي نديروا يعني تكريم تاع الحراس، ولكن من حسبنا لقينا العدد كثير وكثير جدا، وارتئينا باش يكون يعني تكريم تحت المدربين اللي عطاو الكثير والكثير لمدينه وجده، وهما غنيين عن التعريف احمد كوالا وعبد الرحيم الشريف، وكذلك بحبنا وعشقنا لفريق الام المولوديه الوجديه ما تفكرنا يعني هاد المشجعين وعلى راسهم الشيخ عمو كريمو والاسطوره يحيى الصوفي، يعني كنا دايرين المستحيل باش نكرموهم. وكان هاد التكريم على شكل مقابلات تكريميه، يعني كانوا فيها اربعه تاع الفروق الجاليه، قدماء المولوديه الوجديه، اسواق مرجان، وجمعيه الجوهره. ولكن ان شاء الله وما قدر فعال نطلب الله يرفع علينا هذا الوباء على الامه الاسلاميه والبشريه جمعاء، يعني لهذا الاحترازات يعني الاخيره نتاع كوفيد نتاع الحكومه. الحمد لله الامور فاتت على ما يرام، وهذه راه ماشي المبادره الاولى والاخيره، رحنا دائما غادي تكون هذه المبادرات. وشكرا جزيلا في الاخير، وحفظكم الله ورعاكم، وشكرا. كوالا الان مدرب وكما نقولوا ريكريتور في فريق نادي الاتحاد الاسلامي الوجدي. صراحه نادي الاتحاد الاسلامي الوجدي رحب بيا واحد الترحاب، صراحه نشكر الجمهور نتاعو صراحه وكاع المكونات تاع الاتحاد الاسلامي الوجدي، دون ان ننسى حتى فريق مولودية وجدة. كما نقولوا من نقولوا مولودية وجدة ولا الاتحاد الاسلامي الوجدي، كاع الفريقين تاع وجدة نتمنوا لهم الخير، ونتمنوا الخير لجميع الفرق تاع مدينة وجدة. نشكر جمعية السلام على هذا التكريم، صراحة اللي فرحنا حاجة كبيرة زعما بالنسبة ليا، ونتمنى ما غاديش نقول غير أنا ولا هاد الناس اللي دارهم التكريم، كان أناس آخرين عطاو للرياضة اللي تا هما نتمناو مستقبلا يتكرموا وما ينساوهمش المسؤولين. كان الحصن العربي اللي كان بالنهضة الوجدية، يحيى النعيمي، وكان ودون أن ربما شي وحدين إلا نسيناهم يسمحوا لنا. هادشي اللي كاين واحد الحاجة اللي بغيتها، أنا تقريبا ساكن في الجهة نتاع واد الناشف سيدي معافى، كنت سابقا مع صغار جمعية الماء الصالح للشرب منذ 1990 تقريبا حتى 2000، ومن 2000 حتى 2017 كان تغير اسم نتاع جمعية الماء الصالح للشرب، رجع هو النجم الرياضي الوجدي اللي تقريبا سير فيها الرئيس جمال لويزي، صراحة من تقريبا نقولوا من خيرة الرؤساء اللي فاتوا، دون أن ننسى هذا الرؤساء اللي فاتوا في الاتحاد الإسلامي الوجدي اللي صراحة شفت منهم غير الخير، سواء جمال أبنا وسواء عبد الله قازوز، صراحة اللي طلع الفرقة وعنده واحد السمعة كبيرة. هذا الشيء اللي نقول لكم، نتمنى غير واحد القضية، أني في الجهة تاع واد الناشف سيدي معافى ذاك الملعب نتاع الروك، نتمنى من المسؤولين يرجعوه لكرة القدم. علاش؟ أنا تقريبا خرجوا لعابة في جمعية الماء الصالح للشرب في المولودية الوجدية، ولكن ذاك التيران تقريبا ملي مشى لكرة القدم الأغلبية نتاع الدراري الصغار نتاع واد الناشف سيدي معافى تفلسوا، لأن ذاك التيران جاي في وسط بين بن عزي، واد الناشف، ميرعلي، السي الأخضر، تقريبا كاع الصغار تقريبا تفلسوا. نتمنى من المسؤولين يديروا واحد المجهود يردوا لكرة القدم.